بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في يومنا هذا الثلاثاء 19 رجب 1440 ضمن مشروع سقي الماء على القرى الريفية مديرية التعزية. وصلنا هذا الوقت لقرية الوادي مديرية التعزية الحارة السفلى، وذلك دعما كريما أو صدقة عن أم عبد الله حفظها الله بواسطة الأخ الفاضل أبو علي حفظه الله عن طريق وسيط الخير الشيخ الفاضل أبا سهيل وبإشراف الأستاذ صادق أمين. نسأل الله العلي العظيم أن يسقيكم من هذا الجنة وأن يكتب الله أجركم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم.